رح نروح لأولى محطاتنا فرح. ومثل ما قلنا ببداية الحلقة اليوم، بلشت التجهيزات للامتحانات بشكل عام، إن كان امتحانات التاسع أو البكالوريا. بلشت طبعا تطلع مثل ما بيقولوا القاعات، وين الفرز، هي التفاصيل كلها، البرنامج الامتحاني. وبلش الناس يصير عندها أسئلة كتير. أكيد سلمى، بدنا نقول يا رب يكون هذا الامتحان مليء بالنجاحات لكل الطلاب. طبعا وزارة التربية مشكورة، دائما بتعمل جهدها وبتعمل مثل ما بنقول على نجاح سير العملية الامتحانية بما يرضي يمكن نفسية الطلاب، وأيضا الأسئلة تكون على قدر مناسب لجميع المستويات التعليمية. اليوم الأستاذ سليمان اليونس مدير تربية دمشق رح يجاوبنا على كثير من الأسئلة، إن كانت وردتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك أو حتى اللي إجتنا بشكل شخصي. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير أستاذ، أهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش نحكي عن تحضيرات السنة طبعا لوزارة التربية، إن كان للامتحانات التاسع أو البكالوريا. بداية كل عام أنتم بخير، مع بداية وضع اللمسات الأخيرة لتجهيز امتحانات العامة 2024. طبعا نحن هلأ نحن مدرسيننا موجودين بالمدارس، امتحانات الانتقالية كمان من طلابنا، إن شاء الله بالتوفيق والتفوق الدائم. طبعا التجهيزات، نحن انتهت هلا التجهيزات، صرنا نحن هلا بحاله الدخول بالحاله اللوجستيه للامتحان. يعني نحن بالنسبه للمراكز الامتحانيه صارت جاهزه، بطاقات امتحانيه صارت بين ايدين الطلاب، الجهاز الاداري بالنسبه للعمليه الامتحانيه من خلال غرف المتابعه، من خلال الاجتماعات مع السيد المحافظ لتامين كافه المستلزمات العمليه الامتحانيه، كله انتهى وصار جاهز للعملية الامتحانية. يعني هلا صار هلا الكرة بملعب طالبنا يكون جاهز للعملية الامتحانية. اليوم دائما الأسئلة إنه رح تكون المراكز قريبة على مدارس الطلاب، قريبة من منطقة سكنهم، أنت بنقول إنه المركز ممكن يكون بعيد عن الطالب، شو هي الاعتبارات اللي عم بتحطوها؟ هلا أكيد ما حيكون المركز الامتحاني بعيد عن الطالب إلا إذا كان الطالب هو مسجل بمدرسة هي بعيدة عن مكان سكنه، وهي دائما نحن منأكد فيها. يعني في مثلا بعض الطلاب بيكونوا ساكنين بمنطقة مشروع دمار، بس مسجل بأحد المدارس بداخل مدينة دمشق يعني، فمعناها حيكون هو بعيد عن سكنه بس قريب من مدرسته. فنحن نقسم الطلاب إلى قسمين، الطلاب النظاميين دائما بيجوا بالمدارس المحيطة لمدرسته، بينما الطلاب الأحرار بيجوا أقرب إلى مكان سكنهم. طيب خلينا نحكي عن البطاقات كمان، هل تم استلام كل البطاقات للطلاب؟ وإذا حدا مثلا مثل ما بيقولوا أوقات بيخربط باستلام بطاقته أو بيكون في مشكلة، كيف التصرف والآلية بهذا الموضوع؟ هلا بالنسبة لنا للطلاب سواء كانوا نظاميين ولا طلاب أحرار، بدأ توزيع البطاقات الامتحانية من 12/5 نحن بدمشق، يعني تخفيفا للاكتظاظ الطلاب كان فتحنا 4 مراكز لتوزيع البطاقات تقريبا بحدود 20 كوة للتوزيع، بتبدأ من الساعة 8 حتى للساعة 5 مساء. طبعا موزعين ب4 اماكن مختلفه، بحيث يكون عدد يعني الازدحام يكون معدوم الى حد ما، ونجحنا بهي الحاله، ما كان في عنا الحمد لله حاله ازدحام. هلا نحن احيانا قد يكون الطالب يعني ما انتبه على اسمه يعني وين موجود، ف يعني ظن انه البطاقه غير موجوده، فلما بفوت على دائره الامتحانات، دائره الثانوي او الاساسي او المهني، بضربوا له على الحاسب بيطلع هو بانه مركز وبيعطوه بطاقته، ما في مشكله عليها. اول ما صار في اي اشكالات، غير احيانا لما احيانا نبعث حدا غير صاحب العلاقه ليستلم البطاقه، قد يضعنا هو كمان باشكالات. اليوم بعض الطلاب يمكن ان كانوا متاخرين باستلام بطاقتهم او حتى متاخرين بالتسجيل، اليوم ممكن تراعوا هاي الفكره او يعني نرجع نعطيهم البطاقات، نرجع نسجل او انتهى الوقت فينا نقول؟ لا، البطاقه بامكانه ياخذها لقبيل الامتحان، بس يعني معقول يكون طالب مثلا ما عنده هاللامبالاه انه مثلا بطاقته ما ياخذها، ممكن ظروف استاذ ما ياخذها، لا نحن معه لا قبيل الامتحان بنص ساعه انه يروح ياخذ بطاقته ويروح على مركزه. بس هو السؤال يعني احنا دائما نتمنى ما نحط الاستثناءات هي القاعده الاساسيه، يعني الطالب اللي حريص على مستقبله انه يكون بطاقته صارت معه حتما، انه يكون حضر لامتحانه، راح على مركزه الامتحاني شافه وين موجود بانه منطقه، يحط مخطط ذهني له انه انا اذا بدي اركب يعني حافله او بدي اركب سياره كيف بدي اوصل وقديش المده الزمنيه لاوصل، هي كلها ضمن
حسابات الطالب لازم يحطها حتى ما يقع بالمفاجآت. أحيانا نحن قد يصير ازدحام معين نحن نعرف أول يوم امتحان عدد الطلاب هائلة اللي حتكون بالشوارع الساعة 7:30، فنحن توقع الازدحام حالة طبيعية. في حالة تأخير طالب لظرف ما، ممكن تراعوا هذا الشيء أستاذ سليمان؟ هلأ متمنى من الطالب أنه يكون حريص طبعاً على توقيته، يفيق بكير، لا يربك رئيس المركز ولا يربك نفسه ولا يشغل أهله بسبب أنه هو يعني ما بده يفيق بكير شوي. أكيد. طيب أستاذ سليمان خلينا هيك نحكي شوي بصراحة، بتعرف حضرتك أكيد مثل ما أغلبيتنا بنعرف أنه هي المرحلة إن كان التاسع أو البكالوريا ويمكن البكالوريا أكثر تعتبر مرحلة مفصلية عند الطالب، بحس أنه خلص أنا يا بحدد مستقبلي لبعدين يا ما عاد أقدر أعمل أي شيء. قديه صار هلأ فينا نقول في خطط هيك لتريح الطالب بالامتحان، إن كان من المراقبة إن كان من وضع الأسئلة، قديه عم تحاولوا شوي شوي تلعبوا على الجانب النفسي لأنه كمان بيأثر على التحصيل العلمي وعلى العلامة للطالب؟ أكيد. هلأ هي العملية الامتحانية هي حالة مجتمعية يشاركنا فيها الأهل والمدرسة والإرشاد النفسي. أول نقطة، نحن خلال العام نكون عم نشتغل على الطالب بالنسبة لدائرة البحوث والإرشاد النفسي في المدارس لوضع حالة طمأنينة للطالب، والحالة الطبيعية أن يشاركنا الأهل هذه العملية من خلال أنه الطالب يشعر أو يشعر أنه أهله مطمئنين. يعني أحياناً نلمس عند الأهل حالة الخوف وحالة القلق وحالة السهر يعني أكثر بكثير من حالة الولاد. قد يكون هذا الطالب مطمئن أنه هو دارس، بس لما بيقرأ طمأنينة بعيون أمه أو أبوه بعطيه حالة أكثر. نحن دائماً من نبه أنه نحن حالة القلق قد تأتي من عالم افتراضي. يعني نحن بنشوف كثير بوسائل التواصل الاجتماعي أحيانا بعض الناس اللي نحن ما بنعرفهم مين هن عم يحكوا على الامتحانات وعلى الأسئلة صعبة وهي الأسئلة سهلة ورح يصير ورح يعمل ورح يسوي. بتلاقي الطالب بيترك كتابه وبيبدأ بيعيش هذا العالم، بتعطيه حالة أحيانا غير مرضية. هلا أنا قبل ما نكمل الأسئلة بهذا المجال خلينا بس نوضح شغلة، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي نحن من وظيفتنا ننوه على الأشياء الخاطئة يلي بتوه رأي الطالب أحيانا والأهل ممكن ينساقوا تدريجيا وراها، أنه الأسئلة لشهادة الشهادتين الإعدادية أو حتى الثانوية ممكن تكون مسربة ونحن ننشرها بمبلغ معين. طبعا هذا الحكي لا أساس له من الصحة، بس خلينا نركز على هذا الموضوع قديش الأسئلة هي فعلا سرية ومدروسة بشكل كتير كبير ولا يمكن اختراق هاي الأسئلة. هلا انا من يوم كنت طالب بسمع بهي المعلومه انه دائما انه سربت الاسئله وجابوا الاسئله، واحيانا هذا الطالب دفع مصاري ليجيب الاسئله، بعدين اخر شيء بتطلع النتائج بتفاجئ انه هذا الطالب اللي كان عم يعيش هذا العالم لقيناه راسب. فهي نوع من يعني يقسم الى قسمين، القسم الاول في احيانا نوع من الاشاعات الغير بريئه الى اهداف احيانا اساءه لوزاره التربيه للشهاده السوريه، طبعا ينساق اليها بعض الناس بسبب حاله الخوف. طبعا الاسئله ما بتتسرب، في بنك اسئله موجود بوزاره التربيه يشوف عليه اكاديميين بوضع لا نموذج واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا عشرة. فلذلك نحن اذا بنقول نحن بنك الاسئله قد يشمل كتاب من الجده للجده، فلذلك هي فكره انه تسريب الاسئله ما كتير منطقية ويعني تضيع لوقت الطالب. طبعا نحن بنشوف بعض المواقع بتحكي بهذا الموضوع وقد يكون لها هدف مادي أو هدف إساءة، وهناك بعض الطلاب أو أحيانا العالم اللي بيكون هو وصل لنتيجة أنه ما عاد قادر أنه يدرس أو يعني خرج من لعبة الامتحانات فبيبدأ هو يشوش على زملائه. صحيح، ويمكن هي هلا صارت يعني موضه جديده على السوشيال ميديا لحتى الصفحات تاخذ مثل ما بيقولوا لايكات ومتابعات ويحطوا الاسئله والامتحانات. خلينا نحكي عن المراقبه، ويمكن مو بس الشهادات الثانويه والاعداديه، كنا عم نحكي تحت الهواء مع حضرتك عن تجربه مهمه عملتوها السنه اللي هي اول مره بالابتدائي لكم مدرسه ما في مراقبه بالامتحانات. قد ايه مهمه هي التجربه ونبداها من الصغر مثل ما عملتوا؟ نحن بدينا بتجربه شعب صفية بلا مراقب، طبعا وعطت نتائج كانت كتير مرضية. نحن بدينا مع طلاب صف الأول الأساسي بعدة مدارس بدمشق، من أول يعني ما ناقشنا مع الأطفال
فاجأنا أنه الطفل عنده كم من الضميرية الحلوة اللي نحن قادرين نحن نشتغل عليها مستقبلا. طبعا نحن طالب 11 بكالوريا أكيد يعني فكرة أنه ينقل صارت جزء من تفكيره من استراتيجية تفكيره تمام. هلا عم بيقولوا بالكنترول يا سلام أنه عملتوها بالبكالوريا فهي صارت جزء من استراتيجيته. خلينا نجرب تجربة. أما بالنسبة للصف الأول ابتدائي شفنا نحن فكرة أنه يعني أنا اتناقشت مع الأطفال قبل ما نبدأ الامتحان إنه من هو المراقب اللي حيكون لإلك؟ في من الأطفال اللي ضميري، في من الأطفال اللي الله، في بعض الأطفال اللي أنا تعبان دارس بذلك ما بدي حدا ياخد جهدي. يعني بسطنا بالكلام الطفولي اللي الطالب بنينا عليها. لما عملنا لهم الاختبار أو الامتحان طبعا السيد الوزير عمل زيارة لأحد المدارس، كان في حالة كتير يعني تفاعل جيد من الأطفال والتزموا كل واحد به بوعته. هلا هذا الطالب اللي احنا اشتغلنا عليه الصف الاول بعتقد بعد 12 سنه بالبكالوريا رح يكون حريص على مادته، رح يكون حريص على جهده وعلى تعبه، وقد يعني تسع الدائره انه يكون هو انسان امين بكل مكان. اكيد اكيد هي فكره كثير حلوه، بس اليوم ما مدى إمكانية تطبيق هي الفكرة إن كان مو بس على السنوات الصغيرة؟ خلينا نقول مرحلة كشهادة تاسع أو حتى بكالوريا. اليوم شوي نحن نستصعب الفكرة أنه هي مثل ما قلنا أنه هي البكالوريا تحديد مصير، فنحن ممكن ما فينا نجرب، بس قدي ممكن هي الفكرة تكون معنا لقدام؟ هلأ أي اختراع بالكون هو بدأ من فكرة. أكيد. فنحن ما بنقول فوراً. هلأ نحن لما طرحنا الفكرة لبعض زملائنا بالتربية يأسوني أو استصعبوا الفكرة أو أعطوني من نوع من العقبات، نوع من إنه ما بتزبط. هلأ هاي الحالة دائماً بنشوفها نحن بأي فكرة، هي قد تكون لما ننقلها للآخر قد تكون غير ناضجة أو غير واضحة، لما نطبقها بميدان العمل تنجح. هلا نحن دائما بننبه زملائنا المراقبين انه اعطي الطالب حتى بالتاسع او البكالوريا، ما يشعر الطالب انك انت يعني السيف مسلط على رقبته، لا، انك انت رقيب لجهده. فبتلاقي احيانا بعض المراقبين بيعطي نوع من الاريحيه لمده دقائق يعني بالنسبه للطلاب، بس نحن مثل يعني كنا حكينا هلا انا في عندي كم معرفي الطالب بالصف الاول البكالوريا تعود على فكرة أنه أنا قد أنقل. يعني هي أحد استراتيجيات فوتو على قاعة الامتحان هي إما وسيلة الغش وإما النقل وإما الدراسة. فأنا لما بزرعها عن طالب صف الأول أنا قد أصل فيه لفكرة أنه يوم من الأيام إذا فات حتى على مول أخذ أغراضه تمام، حتى ما يكون في كاشير حط المصاري ويضل طالع مثل ما بيقولوا بعض الدول المتقدمة. بإمكاننا نوصل لهي الفكرة، لأنه أي فكرة هي تبدأ من الأمانة، أنا أزرعها عند الطفل ووسعها معه. طيب استاذ سليمان، كمان في اشكاليه كثير كل سنه بتصير مشكله اللي هي النتائج، امتى بتطلع نتائج التاسع البكالوريا، مين قبل الفارق الزمني، حددوا وقت ما حددوا وقت، كمان هذا بيصير عليه لغط وبيتم استثماره حقيقه، وخصوصا بياثر على الاهل والطالب. هلا بعمرهم ما تاخروا بالنتائج، بالعكس يعني احنا هذا العبء اللي قد كمان يسبب لنا اياه الطالب والاهل. يعني نحن في برنامج محدد بتكون امتحانات عم تشتغل، بتبدا عمليات التصحيح، طبعا عمليات التصحيح لها كمان خطوات اللي هي مناقشه السلالم عفوا ثم اقراره ثم الوصول الى المركز الامتحاني والعمل على التصحيح ثم التدقيق ووصولا الى النتيجه النهائيه ثم تنتيجه. هلا هذا الشغل يحتاج الى وقت، نحن دائما بنتمنى من الاهل انه اتركونا نشتغل بهدوء، لانه ما تفضلت هلا هي مستقبل الطالب مرتبط بالنتائج، فالتسريع النتائج غير يعني مجدي وليس غير مفيد. ويعني مثل العاده نحن بنحكيها انه دائما النتائج بتطلع في حينها، يعني بعمرها ما تاخرت يوم زياده او يوم نقصان. فلذلك نحن بنقول له نتمنى نحن من الطالب بنقول له نحن قدمت امتحانك، هلا ريح شوي لتطلع النتائج تحضيرا للدوره التكميليه بحال اذا الطالب كان بده يلجا الى دورة تكميلية. نعم. اليوم كمان في أسئلة من المدرسات والأنصات اللي رح يكونوا بعملية المراقبة ومشاركين فيها، كيف عم يتم توزيعهم للمدارس؟ هل في استثناءات للبعض بإعفاءات معينة في حال عدم قدرتهم نهائياً على المراقبة إن كان بوضع صحي أو غيره؟ هلأ نحن بالنسبة للامتحان هي معركة تمام؟ اللي بيتخاذل عن هذه المعركة ما بيكون يعني إنسان يعني مفيد.
فالامتحانات هي لها توقيت معين، يعني انا لما بيعتاز مراقب بيعتازه بهذا الوقت، ما في امكانه مثلا والله اجل لو لا تجي الصبح تعب الظهر. فزملائنا المدرسين مشكورين كلياتهم، يعني جنود مرادفين وما حدا بيقصر. احيانا بنشوف بعض الصبايا اللي مثلا تبحث الى بعض الواسطات للوصول الى الاعفاء. انا بتمنى احيانا ما ندخل بهذا الموضوع، انا كصبيه اترك المجال لاعفاء لمدرسه تجاوزت 50 من العمر، علما انه انا اغلبيه مدرساتي ومدرسيني اللي تجاوزوا 50 هن بنسميهم احنا القامات العلميه اللي دائما بلاقيهم موجودين بقاعات امتحانيه. هلا بحال حاله مرضيه بحددها دائره الصحه المدرسيه، فطبعا يعني نحن ما حنكون كثير قاسيين على زملائنا. طبعا الصحه كمان لها دور، احيانا المدرس اذا كان في عنده مشكله صحيه دائره الصحه المدرسيه تراعي هذا الموضوع. اكيد. طيب خلينا نحكي عن التكميليه السنه، التكميليه شو الجديد فيها؟ رح تختلف او لا؟ ما يختلف عن السنوات السابقه الدوره التكميليه، لكن الدوره التكميليه دائما بقول للطالب هي يعني تحسين معدل، فرصه اخيره لا تضيعها احيانا بحسابات خاطئه. يعني الطالب لما بيعرف حاله مثلا علاماته بالدوره الاولى مثلا 1600 1500، يعني ما بيطلع له اي فرع جامعه، تمام. لما بيعمل دوره تكميليه بجوز يصيروا 1800، كمان ما بيطلع له فرع جامعه، طموحه بيكون يعني خسره. لا معلش، انا افكر بمنطقيه، هاي الكرت اللي هو الدوره التكميليه قادر نستفيد منه او مو قادر؟ مو قادر حرام ضيع انا فرصه. لا كثير احيانا بشوف من الطلاب يعنيه كلمه انه انا نجحت، تمام، وهي قد تكون هي ضغوط من الاهل، تمام. لا معلش، انت بالدوره الاولى لم توفق بالامتحان، صح، رسبت ثلاث مواد، حسبها بعمليه حسابيه انه ثلاث مواد اذا نجحت فيهم قديش حتكون علامتي، هل هي قادره ان تعطيني طموحي او لا؟ مو قادره انا باجلها العام القادم، ما بضيع يعني فرصه نجاح ويعيد. فكرة كتير كنا نسمعها من بعض الطلاب انه انا قدمت كتير منيح ومتأكد قديه كتبت بس العلامة ما كانت مرضية. فكرة تقديم الاعتراضات قديش هي اليوم مدروسة كمان، وهل يعاد التصحيح او يعاد فقط جمع العلامات؟ هلأ دائما الاعتراض هو حالة نسميها بعلم النفس حالة تبرير للطالب. احيانا الطالب قد يقنع نفسه أو يقنع أهله، وخاصة إذا الطالب يعني أهله مثل ما بيقولوا صرفوا عليه دم قلبهم مشان يوصل للبكالوريا، وهو قد يعني لم يكن موفقا بالامتحان لمية سبب. فأحيانا قد يبرر لأهله أنه أنا كتبت 100 100 وظلموني أو متحططين علي أو أو أو. هلأ أحيانا أنا يعني أسفي على من الأهل لما بيتبنوا هالفكرة. أنا مع الأهل إنه يعني أنا برر لأبني إنه يعني رسب خلص، يعني ما بدي أكسر بخاطره لا بدي أزعله، اتفهمه مدة 24 ساعة بعدين أرجع لمنطقيتي وقناعتي إنه ابني ما درس أو ابني لم يوفق بالامتحان. هلا احنا بنلاقي الطالب بيشد بهذا الموضوع، بيقدم اعتراضات وبيروح على إدارة امتحانات، ونلاقي نحن الاعتراضات بالآلاف، بعدين بنلاقي نحن المستفيدين بالعشرات. فلما بنرجع نحن الورقه احيانا بتجينا الضحكه بهذا الموضوع، انه بنلاقي الطالب مو كاتب ولا كلمه، على شو ما اعترض؟ بس ما بحسن يقول لاهله انه بس ما بقول لاهله انه انا ما كتبت. هلا هي الحاله موجوده بفكره انه الطالب نحن يعني نتقبل اعتراضه، تمام، بس هو الطالب بقناعته مجموعه بيعرف حاله انه هو لن يستفيد. هي الحاله. الحاله الثانيه لما يكون الطالب متاكد من معلوماته لا ينال، يعني خاصه بنشوف طلاب متفوقين، تمام، واحيانا بيقول لي الطالب انا يعني اجزم ان انا علامتي حتكون مثلا كذا، تمام، وبنلاقيها مزبوط. احنا لما بيقدم اعتراض بنلاقي علامته نفسها، وهي اجزاء العلامه احيانا ما بين اعتراض الطالب المتفوق وما بين العلامه الحقيقيه. يعني مو الطالب والله كان متوقع انه يجيب مثلا علامه تامه ام جاب مثلا ربع العلامه. هلا هي الحاله يعني نادرا ما تتحقق. طيب استاذ سليمان، خلينا نحكي عن فكره مهمه، يعني قبل ما نوصل لمرحله الاعتراض، للاسف في كثير طلاب ببلشوا اهاليهم بيدخلوهم على النوتات، اسئله الدورات، المعاهد،
اللي هي شو بتعمل، اللي هي طبعا بتعطي ملخصات. فانا بتذكر بالبكالوريا مثلا احد الاساتذه قال لي الملخص هو جمله، بينما التعريف بالكتاب مثلا هو اربع سطور، فبالتالي انت اذا نسيتي حتحطي سطرين حتاخذي نص العلامه، بينما الملخص ممكن تحطي جمله ثانيه تعتقدي انه انت كاتبتيها صح لكن هي ما بتحاسب عليها. خلينا نحكي عن موضوع الحساب، كيف تم تقسيمه، في مدقق، مخضر، محمر، مزبوط، اذا انا عم بحكي مزرق، يعني في فترات، في كذا مرحله بتمر فيها الورقه. هلا مزرق ما في لانه القلم الازرق ممنوع بالتصحيح قولا واحدا، تمام. ففكره مدرسك مشكوره عليها لانه اعطاكي الحقيقه المضبوطه. الملخص احد قواتل الثلاثه للطالب، هي الملخصات والتوقعات وال يعني الاستراتيجيات الاخرى في الامتحان. بفوت الطالب احيانا عامل ملخص او دارس من الملخص. الملخص هو ملخص العلامه حتى، يعني بسلم التصحيح، تمام. احنا بناخذ بدائل، هاي البدائل هي البدائل للفكره، لان انا كمان انا ما عم ببحث عن طالب بصيم او طالب يعني فوتوكوبي للامتحان، لا. احيانا الطالب بيعطي الفكره المشابهه وبياخذ علامتها. بس نحن احيانا بنشوف الملخص انه هو مسخ الفكره، فمسخت العلامه على اثرها. التوقعات، يعني انا لما بشوف انا هالاستاذ الله يحميه ماسك هالقلم عم يشخط هون ويأكد هون، يشخط هون ويأكد هون، طب انت بناء على شو المعطى اللي عندك اللي انت عم تشخط على اساسه وتخلي على اساسه؟ هلا هي احيانا بنقعد احنا مع زملائنا المدرسين اللي يعني احيانا بحس الطالب انه والله يعني ضرب الميت حرام، انه ما امكن يعني انه بركي يعني انه بينجح تزبط. تمام تزبط، يعني هيك، يعني هي بين كواليس المدرسين احيانا. والحذف، هلا الحذف هي اكثر حاله بتدمر الطالب، بنتمنى ما يحذف ولا فكره طبعا. انه انت عم تراهن على المنهاج وليس على الملخص. نعم، يعني نتمنى نكون أخذنا كل أسئلة واستفسارات سواء الطلاب أو حتى الأهالي اللي حملونا إياها بأمانة لحضرتك. مشكورة جهودك أستاذ على كل المعلومات اللي قدمت لنا وجهودكم اليوم بالإعداد المتفاني لسير العملية الامتحانية. شكرا لك. الله يعطيكم العافية. شكرا لك أستاذ سليمان.